ليش؟ حياتي إن شاء الله ما تكوني نمتي. شلون رح نام قبل ما تحكي معي؟ يعني أنت ما فكرتي تتصلي؟ استنيتيني لأتصل أنا؟ إيه طبعاً استنيت. حكي لي لشوف شو حكيته؟ عن شو قصدك؟ عن موضوعي. ما نميتوا علي أنت وأختك وحماتها؟ شو حكيتوا؟ هاتي لشوف. والله أختي قالت كأنه هالشاب منيح، بس بدها تقول لجوزها يعمل شوية تحريات عنك، مين بتكون وإذا في عندك حركات هيك ولا هيك يعني. وشلون بدي يتحرى عني بالله؟ رح يستأجر محقق؟ ما بعرف. عمر عم يبكي. شوفي خلص ماما لا تبكي يا روحي. هو عندك؟ أمه نيمته عندي بالأوضة، وأمي وأختي نايمين بغرفة الضيوف. كأني سمعتك قلتي لعمر ماما. مزبوط. هي الخالة مثل الأمة. أنا دائما بقول له ماما. معناها قديش رح تحبي ابنك؟